بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، نجتمع اليوم في تقليد سنوي متجدد للاحتفاء بانتصار كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز، معبرا عن إرادة أمة حولت الهزيمة إلى نصر ورفعت أعلام مصر على أرض سيناء في ملحمة سطرها الجيش والشعب ليحفروا في ذاكرة هذا الوطن بطولات النصر الذي نفخر به جيلا بعد جيل. ورغم مرور 51 عاما ما زال معين نصر أكتوبر يفيد بالعبر والدروس والتجارب التي نستلهم منها رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا، وتؤكد لنا أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف. وهذه رسالة متكررة من الشعب المصري على مدار السنوات باختلاف الصعاب والتحديات.